اليوم خلينا نعترف أنا في وجهة نظري الحكم الرئيسي للفار هو مخرج المباراة. هذا رأيي. الحكم الرئيسي للفار هو مخرج المباراة. عندنا حكام يخطئون لا يستحقون أن يأخذون فرصة أخرى. شكرا كشخصكم اجتهدتم عملتم. الأخطاء التي نراها في المباراة لحكام لا تستحق. شفنا مثلا الأستاذ شكري الحنفوش أخطأ في مباراة النصر والشباب على مرأى الجميع وطلع يبرر رئيس لجنة الحكام. هل شكري الحنفوش وقفت أخطاءه؟ مباراة أخرى أخطأ فيها. فبالتالي حديث رئيس مجلس إدارة نادي النصر عن التحكيم واضح وجلي. طيب ليش جات هذه الأخطاء؟ عشان احنا ما نتكلم عن الحكام. ترى في هناك خليني أقول لك أنت دائما تساعد عشان تنجح العمل نجاح العمل. هل أنت كاتحاد سعودي ساندتهم بوجود حكام على مستوى عالي على على مستوى الفار؟ لا. هل من وضعتهم هم مؤهلين 100%؟ أنت كيف تجيب حكام أصلا هم في درجة أولى وتخليه في الفار؟ هو ما استطاع على أرض الميدان أنه خليني أقول لك يأخذ التجربة بشكل صحيح عشان يقدر يعطي قرار. أنت كان بإمكانك بأمر آخر أن تجلب حكام من الخليج أو من الدول العربية أن يساعدون الحكم السعودي طواقم ثابتة للدوري السعودي من ضمن طواقم الحكام السعوديين عشان أنت تخفف. أنت يتوقف الحكم 3 سنوات وتجي تعود تأخذه خذوه فغلوه؟ ما هو صحيح هذا الكلام. أنت ما قدمت المساعدة له. عمل لجنة الحكام من أغلب الأندية في لغط كبير. فإحنا الآن لما نتكلم عن التحكيم أنا في وجهة نظري ظهوره وحديثه عن التحكيم في مكانه. خليني أقول لك ولم يغطي أمور أخرى. النصر عنده مشاكل كبيرة سببها الإصابات ضغط المباريات. ترى مو شرط يكون عندك مشكلة على مستوى المدرب اللياقة. ضغط المباريات ضغط لا خليني اقول لك كل الفرق ما هي كل الفرق شاركت في اسيا ولا كل الفرق اخذت فتره الاعداد وهذا امر الفرق. واضح انت اليوم لو خليني اقول لك في فرق لعبت بدون مدربين صاعده يا محمد اسمح لي مركزها افضل مركز النصر اسمح لي ما له علاقه العين لم بدون مدرب لم يتعرض للي ما تعرض له النصر. لما يصير عندك 14 لاعب ليش طلع الهلال من الاسيويه؟ هلال فريق كبير ولا قيمه. ليه؟ لان الضرر اللي طال الفريق كان اكبر من انه يقدر يشارك او يقدر يلعب. ما طلع ليلى شو ما طلع ما انسحب هو بغض النظر ما تقول لك انسحب. ليش طلع انسحب؟ سمها ما شئت. ليش ما كمل البطوله؟ لانه مقومات نجاحها ما كانت موجوده. تجي لي امر اخر دقيقه ابو حنين معلي. تجي لي امر اخر هو تكلم عن 4 محاور رئيسيه الحكام وضع الفريق فنيا الاصابات وغير الاصابات. هنا اذا انا خليني اقول لك في نقطه علامه استفهام تتحملها الاداره هي جانب مساله لما جددت للاعبين الموجودين وانت في بعد العوده للجائحه كان هناك خطا لان انت ما رسمت المستقبل بشكل صحيح. هذول اللاعبين نفسهم فجاه بتمشي بتروس فجاه رجعت بتروس هذه تهز الثقه عند اللاعبين. فبالتالي انت عمليه التخطيط لك هذا عامل طيب مهم جدا. وجود اسمح لي بس خليني انتم خدتوا وقتكم خليني بس انا احاول سريعا اوصل كل يا اخي لا طالع فيه لانه مش طالع جاب اسمي هو قاعد يرد على كلامي. طيب هنا النقطه فيك قبل ما اخلص انا ما قطعتك وقت ما تكلمت. لما نتكلم عن حديثه عن اعضاء الشرف اعتقد برافو عليه شكرا للوفاء لانه ما بداه في مجلس الاداره تحدث فيه بكل وفاء في عنهم. تتكلم عن وضع الفريق الحالي انت مضطر انك تصبر. الفريق محتاج وقت فقط عشان يتعافى لا اكثر ولا اقل. انت كنت تحتاج من السابق قبل رحيل عبد الرحمن الحلافي. عبد الرحمن الحلافي ممكن يكون عنده اخطاء ممكن اخطا كشخص دار جهاز كره القدم ولكن الخطا قبل هذا كله ان انت لازم يكون عندك شخص فني داخل الفريق عشان يساعدك في قراراتك يساعدك في اختيار كثير من الامور. اخيرا بوجود مساله الثقه فقط. الثقه هي عامل مهم جدا. رسالتي للجمهور النصراوي ما يمر فيه الفريق يعني خلي أقول لك جائحة لحد ذاتها تحتاج منكم دعم الإدارة تحتاج منكم دعم المدرب دعم اللاعبين. الحديث في وسائل التواصل الاجتماعي سلبا بما يمر فيه الفريق لا يخدم الفريق. سؤال سريع.